مو رسالة، هذا محاولة جدية للقتل. رفضاً لتصريحات تلفزيونية للسفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، استدعت وزارة الخارجية العراقية القائم أعمال سفارة المملكة المتحدة لدى بغداد وسلمتها مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة تصريحات هيتشن خروجاً عن الأصول الدبلوماسية وتدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي العراقي، لأنها تضمنت إشارات إلى الوضع الأمني والسياسي في العراق بطريقة تعكس صورة سلبية وغير دقيقة عن البلاد. واعتبرت الخارجية العراقية أن هذه التصريحات تتناقض مع جهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار والتنمية، مؤكدة أن الشراكة بين العراق وبريطانيا يجب أن تكون مبنية على احترام المصالح المشتركة وتوازن الفرص والتحديات. الخارجية شددت على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية من خلال احترام السيادة العراقية وتجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى توتر العلاقات، وأكد على أن الحكومة العراقية تواصل العمل على تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الاستقرار بما يضمن اندماج جميع المكونات العراقية في إطار الدولة. وكان السفير البريطاني ستيفن هيتشن كان قد أدلى بتصريحات خلال لقاء تلفزيوني قال فيها إن تواجد الميليشيات، خاصة تلك التي تتبنى خطابا عدائيا تجاه الغرب، يجعل من الصعب على الشركات أن تستثمر أموالها في العراق، حيث يشكل ذلك تهديدا مباشرا على موظفيها، مشددا على أن الميليشيات الخارجة عن نطاق الدولة تشكل مشكلة دولية وقد تجر العراق إلى صراعات لا ترغب بها الحكومة الحالية المنتخبة، وهذا يشكل نقطة ضعف تهدد استقرار الدولة بحسب تعبيره. ورغم تأكيد هيتشن تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في العراق مقارنة بالسنوات السابقة، لكنه أبدى مخاوفه من التهديدات المستمرة التي تواجه المواطنين الأجانب، بما في ذلك التهديدات التي يتعرض لها هو شخصيا. موقف وزارة الخارجية يفتح باب التساؤل عن طبيعة التجاوب البريطاني مع هذا الاحتجاج، إن كان يميل للتهدئة أم سيفتح باب تحديات دبلوماسية جديدة بين بغداد ولندن، وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة. ولمتابعة هذا التطور ينضم إلينا من لندن الكاتب والصحفي محمد شبارو. سيد محمد أهلا بك، شكرا جزيلا لوجودك معنا في مساء العراق هذه الليلة. بداية، كيف تقرأ هذا الاحتجاج العراقي على تصريحات للسفير البريطاني؟ بغداد اعتبرتها تدخلا في الشأن العراقي. يعني من دون شك بغداد شعرت أنه مس بسيادتها بشكل أو بآخر، أو كلام السفير البريطاني، وبالتالي اعتراضها على ما جاء في كلامه الخطير جدا في توصيف الوضع كما هو، وما قاله السفير ربما يقال في الحقائب الدبلوماسية عادة أقول وتكشف عنها لاحقا أن هذا هو رأيه بالوضع الداخلي العراقي. وأعتقد هذا هو ما أثار الزوبعة من ردود الأفعال واستدعاء القائمة بالأعمال في بغداد للاحتجاج على ما جاء فيه. ولكن لا أعتقد أن السفير هيتشن قد قال ما لا يقوله الكثيرون وممن يعرفون العراق وعايشوا العراق، وأيضا ما يخفيه أو ما لا يقوله في المجالس الخاصة كثيرون من العراقيون من زعماء العراق حتى. يعني ربما كلام السفير البريطاني فيه بعض الخروج عن الأعراف الدبلوماسية، ولكن كان يرد بشكل واضح على سؤال حول فرص الاستثمار وابتعاد دول كثيرة عن الاستثمار في العراق، وهنا أعتقد أثار حفيظة السياسيين العراقيين. نعم. طيب سيد محمد، هل تتوقع يعني أن ينتهي الأمر عند هذا الحد أم أن تداعيات أخرى قد تحصل؟ يعني كيف سترد لندن على هذا الاحتجاج مثلا؟
أنا أعتقد أن رئيس الوزراء كير ستارمر لا يحتاج إلى أزمات جديدة اليوم، فهو يسعى في ولايته رئيسا للحكومة للتسوية والتواصل مع الجميع. ربما تكون هذه فرصة أيضا لرئيس الوزراء الجديد لمعرفة كيفية عمل بعض جوانب الدولة وكيفية ضبط البوصلة بشكل أو بآخر، ولكن السفير هيتشن دبلوماسي متمرس، ولا أعتقد أنه لا يعكس وجهة نظر موجودة في الأوساط الرسمية البريطانية. وكما قلت، هناك في العراق مشكلة ميليشيات داخل الدولة، والخيط الرفيع الذي يعني يحدد، بالرغم اعتراف الحكومة العراقية بها وأنها مكون أساسي من ضمنها، إلا أن دول كثيرة تتحفظ على هذه العلاقة المزدوجة، أي في المراجع الغربية تعتبرها انتقاص من سيادة الدولة العراقية الرسمية بوجود ميليشيات لها علاقات وتواصل مع دول أخرى. وكان السفير هيتشن واضحا في قوله وتوصيفه للوضع كما هو على الأرض في العراق اليوم. نعم، طيب كيف برأيك، يعني كيف تبدو العلاقات العراقية البريطانية في اللحظة الراهنة؟ أين تعززت هذه العلاقات؟ أين تعتقد أنها بحاجة لتطوير؟ أنا أعتقد أن الوضع العلاقات، رغم أنها كانت في فترات ربما أفضل حالا من أيامنا هذه، ولكن مع وصول الميليشيات والمرتبطة بوضوح بالجانب الإيراني والذي تتحفظ عليه بريطانيا وتقول وتتحدث عنه طبعا في الكواليس وفي الاجتماعات الرسمية، بريطانيا لا تنظر إلى العراق بشكل أنه الدولة الصالحة للاستثمار، ولكن أيضا تواصل التواصل مع بغداد وقيادتها، وربما تسعى وتحثها على العمل. وطالما كانت هذه الرسائل هو محاربة الفساد، وقف يعني دعم الأمن الداخلي، تأمين حرية القضاء، كل هذه رسائل حماية حقوق الإنسان وغيرها من القضايا، لطالما يرفعها الجانب البريطاني في الاجتماعات، وهو حريص على بقاء هذه العلاقات التي تربط بريطانيا مع العراق، فهي علاقات تاريخية من دون شك. وبالتالي الجانب العراقي، ربما الداخل العراقي اتخذ خيارات أخرى تجنح بالبلاد في إلى جهة يعني إلى جهات تسمح بتدخل خارجي فيها، من ضمنها أيضا وجود الميليشيات التي تعتبر يعني دولة داخل الدولة. نعم، طيب يعني فيما يخص إجابة السفير البريطاني حول موضوع يتعلق بالاستثمار، هل بالإمكان تفصيل العلاقات الاستثمارية بين لندن وبغداد؟ يعني هل أن للشركات البريطانية حضورا واضحا في عالم الاستثمار في العراق، أم أن هناك ترددا كما يحصل في بعض الدول إزاء يعني النشاط في هذا البلد الذي يعني لديه بعض المشكلات الأمنية؟ أنا أعتقد أنه تتمنى بريطانيا مثل أي دولة ثانية أن يكون لها اتفاقات تجارية ومهمة مع العراق، ولكن الوضع على الأرض يعني يصعب عمل الشركات الدولية. هناك حالة صعوبة تواجد الأجانب، حتى الآن هناك تحذيرات للسفر في بعض المناطق العراقية، ليست هناك حاضنة تسمح بشكل أو بآخر لفتح، رغم استعداد بغداد لاستقبال الجميع، إلا أنه وكما عكس كلام السفير الذي ربما يلوم أو يحتج قليلا أن هناك بعض الشركات ليست الشركات الغربية التي يناسبها أو تناسبها أجواء العمل التجاري والاستثماري في العراق، ولكن ليس الشركات البريطانية وليس الشركات التابعة للدول الغربية، فهي يعني بشكل أو بآخر انتقاد لفتح ربما بغداد أبوابها لشركات من دول أخرى. نعم، يعني هو السفير تحدث عما وصفه بتهديد شخصي، يعني قال إن هذا التهديد يرقى إلى أنه لا يستطيع أن يدعو بعضا من أقاربه لزيارة العراق، ربما ارتباطا بهذا التهديد. هل هناك معلومات نشرتها الصحف موجودة في الخارجية البريطانية عن طبيعة هذا التهديد، الجهة التي تقف وراءه مثلا،
أم أن الأمر يعني ما زال تحت الكتمان؟ يعني حتى الآن ليس هناك من مؤشرات أو حتى معلومات عن أن تهديدات وصلت إلى رئيس سفير المملكة المتحدة في العراق. هذه الأمور طبعا تبقى طي الكتمان، لكن من دون شك أن لدى السفير مخاوف شخصية. طبعا بالعموم هناك تحذيرات لطالما بقيت قائمة في السنوات الماضية، منذ وهي قائمة منذ سنوات طويلة، على سفر وتحرك الأجانب في العراق. طبعا هناك خطورة لعمل أي مسؤول سياسي، ويصنف العراق بأنه ليس بيئة مثل أي عاصمة عربية أو ربما دولية أخرى. فالوضع بالعراق له خصوصيته إن صح التعبير. فالسفير يحاول أن يرسل رسالة للحكومة العراقية بأن الوضع ليس على ما يرام، وكلامه قوي للغاية. وأعتقد أنه يعني إذا كان العراق وبغداد مهتمة بالازدهار وأيضا الاستثمارات الخارجية، فالبيئة السياسية الفوضوية كما وصفها ليست هي وجهة الشركات، الشركات الاستثمارية الغربية. ربما هناك انتقادات لأن بريطانيا تعد حليف ولها ارتباطات تاريخية مع العراق، ولكن هو يقول أيضا أن هذه هي المحاذير، وبالتالي لا أعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد يعني زيادة في الاستثمارات بين الدولتين، ولكن بالعكس ربما ستشهد انحسارا فيها. من لندن الكاتب والصحفي محمد شبارو، شكرا جزيلا لك.